بالطو ابيض فيه تخصصات كتير تنفع لكل الناس الصغير والكبير. تابع معانا واسال استشير ربك، ده هو الشافي، ربك ده الكبير، هواء جديد لبالطو ابيض. فاهلا بحضراتكم معانا على شاشه النهار. النهارده حلقتنا بتتكلم عن الاكسجين النشط او الاوزون الطبي، معجزات بتحصل على ارض مصر في اكتر من 20 فرع على مستوى محافظات مصر المختلفه، بنأدي فيها معجزات في بعض الامراض اللي كان مستعصى علاجها تماما، مضاعفاتها مؤلمه مزعجه للناس اللي بيصابوا بيها. النهارده احنا بنفتح هذا المجال لكتير من المعجزات، حضراتكم هتشوفوها معانا من اول الحلقه علشان تصدقوا ان في حاجه تقدر تضيف للطب العادي، حاجات تكميليه هتساعده وتقف جنبه عشان تبسط حضراتكم في بعض الامراض المناعيه المزعجه، السكر ومضاعفاته، التوحد وفرط الحركه عند الاطفال، كتير من الامراض هنتكلم عنها النهارده. لكن اسمحونا نرحب بضيوفنا معانا ومعاكم في هذه الحلقه. من على يميني دكتور طارق الشاذلي، استشاري البطن العامه والجهاز الهضمي، واستشاري العلاج بالاكسجين النشط، والمشرف العام على مركز كيور للعلاج بالاكسجين النشط. برحب بيك، اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ منورنا دكتور طارق. وكمان بينورنا دكتور شادي محمد، استشاري النساء والتوليد وتاخر الانجاب، ومدير وحده النساء في مركز كيور، واستشاري العلاج بالاكسجين النشط. برحب بيك، اهلا بيك دكتور شادي. اهلا وسهلا بحضرتك. يمكن دكاتره معانا اكتر من 25 سنه في مجال العلاج بالاكسجين النشط، بداوها من زمان تقريبا من 2005، والحمد لله نجاحات الاكسجين النشط والاوزون الطبي ممتده الى الاوان نتكلم عنها بشكل جيد ونقدمها للناس بموضوعيه وشيء مبسط وكمان شيء بالتفصيل عشان تقدروا تاخدوا القرار ان انتوا تكملوا حياتكم بشكل افضل. هبدا معاكم رحلتنا النهارده بالامراض المناعيه المزعجه. مناعيه يعني بتمنع الانسان انه يبقى مبسوط في حياته، وعشان كده الناس اللي بيصابوا بامراض مناعيه هم بيعانوا من مضاعفات مزعجه تمتد معاهم مدى الحياه. النهارده هل ممكن نسال سؤال في اول الحلقه، نقدر نتعايش ونعيش حياة أفضل في ظل وجود أمراض مناعية هنقدر نسيطر عليها بالأوزون الطبي أو الأكسجين النشط؟ طب هو المرض المناعي جه ليه؟ طب إحنا بنتعالج العلاج العادي بيعمل إيه في المرض المناعي؟ وإيه اللي ممكن يضيفه الأكسجين النشط في هذه الحلقة؟ عشان هتشوفوا معانا معجزات حصلت من ناس كانت حياتهم انتهت تماما وكملوا حياتهم بعد جلسات معدودة بالأكسجين النشط. تاني برحب بحضراتكم ورحب بضيوفي معايا دكتور طارق. هبدا بيك يا دكتور طارق، دايما من على يميني، العلاج بالاكسجين النشط، ايه اللي حضرتك شفته؟ احنا بنكمل مع حضرتك اكتر من 20 او 25 سنه خبره في هذا المجال، ايه اللي حضرتك حابب تقوله في بدايه الحلقه تطمن بيه ملايين بيشوفوا حضرتك علشان ياخدوا القرار ان يكملوا حياتهم بشكل افضل وشكل صحي الى جانب العلاج الطبيعي اللي بياخدوه؟ وانا عايز قبل ما اتكلم على العلاج بالاكسجين النشط ان انا انوه عن موضوع مهم جدا، وهو زيادة التوكسز، التلوث والسموم اللي حوالينا. طيب. بعيد حتى عن الأمراض المناعية، معنى أنك أنت عايش في وسط فيه توكسنز، ودي احنا بنسميها في بتكون في الجسم حاجة اسمها الشوارد الحرة. طيب. اللي هي بتخش تأتاك الجسم. وجود توكسنز نتيجة المواد الحافظة أو الأكل المهرمن أو الأكل اللي واخد في المبيدات والفاست فود، التوكسنز دي كلها بتخلي الجسم العادي يشيخ بسرعه ويخليه عرضه للامراض. حاجتين مهمين جدا يخلونا عرضه للامراض، وزي ما قال الدكتور رباط، نقص الاكسجين في الخليه وزياده التلوث جوه الجسم. جزء من العلاج بالاكسجين بيعمل حاجه اسمها كيليشن، تنظيف للبشره. ده جزء مهم جدا الانسان العادي كصحته وللانسان اللي عنده امراض مناعيه. انا لما اعيش في تلوث، اعيش في هايبوكسيا، المرض المناعي بيزداد خطورة، بيزداد توحش. يبقى أنا لما أوفر لك بيئة أحمي بيها الخلية بمضادات الأكسدة وأقلل لك التوكسنز وأقلل لك اللي هي اللي بنسميها الشوارد الحرة، ده بيخلي الجهاز المناعي يهدى، يحصل له نوع من أنواع الاتزان، وده مهم جدا. لأن أنا عندي الجهاز المناعي والخلية العادية عبارة عن اتنين أخوات، أخ توحش على أخوه. توحش على أخوه نتيجة إن هو مش عارف يعرف الشفرة بتاعت الخلية بتاعت أخوه. وحصل له نوع من التشوش نتيجة برضو وجود التلوث ووجود اللي احنا الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى وجود العلاج بالأكسجين النشط إن هو بيحمي لي الخلية بمضادات الأكسدة، بيمنعني التلوث، بيخلي الهايبوكسيا اللي هي سبب الأمراض السرطانية والأمراض المناعية وأمراض السكر، بيحسن الأكسجين في الخلية. فبيعيد التوازن ما بين الاخ واخوه. بعيد التصالح ما بين بعض. الاخ واخوه. دي في حاجه بسيطه جدا نشرحها للناس. جميل جدا. طيب دكتور شادي، احنا معانا اول حاله
في حلقة النهاردة وحلقة الطفلة شاهندة. شاهندة بنت تعرضت للتنمر، تعرضت ان حياتها تتوقف. شاهندة لو ما جاتش مركز كيور كان ممكن نقرأ في يوم الايام ان البنت دي للأسف حصلها ديبريشن، يا اما ماتت من الحزن، يا اما بعد الشر عملت في نفسها حاجه لانها كانت بتواجه مجتمع بيقول لها يا مبقعه، قرايبها بقوا متنمرين عليها ومجتمع الاطفال هو مش فاهم ايه اللي حاصل كمان. جميل. حضرتك شايف اضافه حصلت في مركز كيور من بعد ظهور تقرير شاهنده اللي كانت مفتاح او كي لكتير من الحالات على مستوى محافظات مصر، قدروا يواجهوا البهاء ويجوا مركز كيور والحمد لله كانت نتائجهم كويسة؟ طب انا هاخد مع حضرتك اللفظ، لسه كنت بفكر، امراض مناعية بتمنعك من الحياة، مناعية تمنعك وتمنع الناس عنك، انت حضرتك متخيل؟ فانا لازم اجيش الجيوش بتاعتي، لازم اظبط نفسي، لازم اخلي الخلايا المناعية ترجع تشوف الخلية. زي ما دكتور طارق تفضل، انا بعتبرهم اخين، كل واحد معاه مفتاح اوضه التاني فبيعرفوا يتحركوا، عشان كده جسم حضرتك كويس. عندك دور برد المناعه، لا خلي، انما في الامراض المناعيه كل واحد ساب مفتاح التاني. لا ده الخلايا المناعيه بقى معاها مفتاح الاخ التاني الخلايا، وبقى بيخش يقعد يهدي فيه ويضربه. عشان كده نلاقي الجسم بيتاثر تاثر كبير، فهي بتمنعك من الناس، بتنعزل عن الناس، سواء بقى البهاء زي ما احنا شفنا ده، لو ضربنا الخلايا الصبغيه، الخلايا المفاصل الروماتويد، الخلايا العصبيه الام اس، كل دون بلا استثناء بلا استثناء بيؤثر في الدنيا تماما. فيبقى زي ما احنا شايفين اهو، تمام، دي حاله شاهنت، دي حاله شاهنت قبل، احنا شايفين قبل. يعني انا عايز اقول لحضرتك، يعني التصور، انا لما لفيت على كل المراكز بتاعتنا، الامهات نفسهم تبقى فرحانه جدا ببنتها. احنا انتقلنا من مرحله انعزال كامل، ام بتاخد بنتها بتخبيها، يعني اطفال صغيره بيلبسوها طرحه وبيلبسوها حاجات عشان هي يداروها، يعني مش بغرض الطرحه او بتاع، لا. فده طبعا وضع مأساوي. كان في الجسم نفسه كان ممكن يبقى مستخبي، لكن لما في الوش ظاهر وفي الايدين بيبقى صعب. طبعا جداً. طبعا طبعا. وبمناسبه احنا كنا في اجتماع مع بعض اطباء الجلديه، قال لك احنا للاسف احنا وصلنا لمرحله معينه ما بنقدرش نساعد فيها اي حد عنده بهاء. ولما شاف التقارير، وهو كان استاذ جلديه كبير، هو كان منبهر، قال هو ده حقيقي بيحصل؟ فحابين نسمع تجربه شاهنده يا دكتور، نسمعها ونشوف مع بعض ايه اللي حصل مع شاهنده. ودي رساله لكل المجتمع يا جماعه، لما يبقى في عندنا حد عنده مرض ظاهر ارجوك ساعده، ادعمه نفسيا، لكن ما تتنمرش عليه وتهد جهازه المناعي اللي هو اصلا عنده فيه تشويش، فتهد كيان ممكن ياخد منك كلمه انت قلتها سواء بحسن نيه او بسوء نيه ايا كان اللي قلته له، بس في الاسف هو ممكن يفضل قاعد في عزله وانطواء واكتئاب بسبب كلمه هو سمعها. يعني زي ما بيقولوا كده، جروح اللسان لها التئام، جروح السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. تعالوا نسمع مع بعض شاهنده وناخد تعليق من الدكاتره اللي معانا. جيت في يوم قاعده معاها كده بقول لها يا حبيبتي ايه الامر؟ قالت لي يا ماما انا عايزه ابقى طبيعيه. قلت لها طب ما انت شكلك ابيض وجميل. قالت لي لا ما هو مش طبيعي. قبل ما يجيلي البهاء كنت بتعامل مع الناس عادي، لكن دلوقتي بحس ان هم بصعب عليهم فما بحبش النظره دي. بنت من سنها قالت لها في الشارع يا مبقعه. واحده جت قالت لي يا مبقعه، من ساعتها بقى قعدت لوحدي ما بقتش اخرج في الشارع خالص بسبب التنمر اللي كان بيجيلي. كنت باخد الكورتيزون كان بيوجع لي جنبي وكان وشي بيحمر وبيورم، فكنت ما ينفعش امشي في الشمس خالص. السنه اللي قبل اللي فاتت كنا في مصيف، فالمصيف طبعا حضرتك عارف مرسى مطروح ميه معدنيه يعني ما فيهاش اي حاجه. فجاه لقيت علامات بتبان على وشها وعلى رجليها من تحت، فحضرتك انا قلت ده مصيف. قعدت سنه اتنين والنتيجه مش عايزه تروح، حتى ورحت للدكتور جلديه فقال لي دي مرض مناعي، يعني حضرتك بيقولوا بهاء. خدتها ورحت اماكن كتير وعملوا لها ليزر وبقت تتاثر جسمها بالليزر ويحصل لها زي حروق في جسمها وفي ايديها، وجنبها بقى يتعبها بسبب الكورتيزون كانت بتاخده. فطبعا انا استسلمت وقلت يعني البهاء او المرض المناعي دي احسن من ان الكلى تتضر. فطبعا يئست وقعت، اثرت في دراستها طبعا، حالتها النفسيه بقت وحشه،
بقت في ناس بتتنمر عليها، في ناس يقولها لما عاوز صوري في اللفظ ينبقع. بخاف اروح في اي حاجه فيها تجمعات زي الدروس والحاجات دي، لكن ما بحبش اروح في اي حاجه فيها تجمعات فيها ناس، فحتى اهم حاجه بتكون قرايب. في ناس برضو بتخاف مني في المدرسه، بتخاف يسلم عليا عشان ما عدهمش، فكنت ساعتها كنت ببعد عنهم خالص، كنت بسيبهم اروح اقعد لوحدي. الحمد لله رب العالمين، النهارده جايين نعمل سبع جلسه، والنتيجه بقت من ثالث جلسه، وفي حاجات اثرت في وشها وفي ايديها. بدا اللون جلدي يرجع للطبيعي، وفي ظهري بدا يختفي، ومفيش اي حاجه تاني. انا رسالت لكل ام وكل اب ان ابنها ولا بنتها عنده بهاء ما يترددش ان هو يجي مركز طيور، لان كل ما يبقى اسرع كل ما يبقى احسن. وبامانه مش هتندموا، لان انا فعلا لقيت استجابه من تالت جلسه. لما جيت هنا برضو حاجه حلوه، حسيت نفسيتي وكل حاجه بقت تروق، من ساعتها بقى محدش بيتنمر عليا تاني. الحمد لله رب العالمين مستمره لحد دلوقتي، ونفسيه بنتي بقت كويسه، وانا نفسيتي بقت كويسه عشان خاطر بنتي بقت كويسه. شفنا مع بعض فرحة الأم اللي انعكست على فرحة البنت، والعكس كان صحيح. ازاي كانت في رحلة يعني صعبة سنوات، وقدرت تتعالج في خلال جلسات معدودة. لو حضرتك بقول لك الفرق بينك او المدة اللي بينك وبينك تبقى مندمج مجتمعيا مرة تانية هي سبع جلسات لا تتعدى الشهر، فحضرتك كده تبقى مقصر في حق نفسك. لو خدت التجربة وما نجحتش قول، لكن لما تبقى شايف قدامك تجربة كانت صعبة جدا على مدار سنين وربنا كرم والحالة اتحسنت، فاحنا لازم نقول شكرا لكل اللي بيعالجوا بالاكسجين النشط. تعالك يا دكتور على الحالة، وحضرتك فعلا كنت داعم نفسي لهذه الحالة. طبعا في الامراض المزمنة الامراض المناعية يعني، وده دايما بيبقى اجتماعنا انا وزمايلي اخواتي الاطباء، الاحتواء النفسي مهم جدا. احنا بالكير بالعيانين مش بالعلاج وبس، بالاحتواء النفسي بالدعم النفسي للمريض ده مهم جدا. احنا بنتميز ان احنا عندنا تخصصات في كل برانش. عندنا في مرض الجلدية الدكتورة علا هي المسؤولة عن متابعة هذه المرض. بالنسبة لحالة شاهين ده كان البهاء كان متوحش، كان منتشر في جسمها، كانت رفض العلاج نتيجة الاسلوب الهجومي من بعض العنين وفشل العلاجات اللي قبل كده. لما ابتدت طمناها وابتدت تاخد الجرعات ابتدت تحس بتحسن، البنت حتى تلاقيها وهي بتتكلم فائت. اه صحيح، والام مبسوطه، السعاده باينه يعني في كلام اللي مش يعني العين هي اللي بتقوله. أيوه. الام بتتكلم بقوه، شهندة حالتها النفسيه تحسنت، دخلت مرحله جديده جميله في حياتها. جميل جدا. طيب احنا لو رحنا مع بعض ل انعزال تاني او انطواء تاني او اكتئاب من نوع تاني، أودى في حياة الحاجة حنان أو هذه الأم الفاضلة إن جوزها ينفصل عنها أو يطلقها لأنه ما استحملش مرضها على مدار سنوات بتتعالج. بتبقى الطعنة أكبر لما بتيجي من الأولاد والأحفاد إن هم يبتدوا يبتعدوا ويبتدوا يرفضوا وجود هذه الجدة في حياتهم، لانه هم مش قادرين يتعاملوا مع حالتها او المرض اللي عندها او ريحتها، وبالتالي بيبقى قدامك حل من الاثنين، يا تبقى خلاص انعزلت اكتر عشان ما حدش يشوفك خالص، يا اما ربنا يكرمك وتشوف حاجه تكون هي السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في شفائك، وترجع تلبس لبسك اللي كنت ممنوع عنه تماما، ترجع تتزين بشعرك اللي كان دايما بيتحلق تماما عشان خاطر بيشوك الجرؤ اللي عندك. مرض الفقاع المناعي هو مرض مزعج جدا جدا جدا، ولكن بروتوكول العلاج بالاكسجين النشط كان له بالمرصاد، والحمد لله قدر يساعد الحاجة حنان وغيرها بقى الالاف اللي بيشوفونا دلوقتي يقدروا يكون عندهم نفس الفرصة، خصوصا انها قالت انه المستشفيات مليانة بهذه الحالات. وللأسف انا الحمد لله ان ربنا نجاني، ودي رسالة لكل الناس اللي عندهم هذا المرض الصعب الفقاعة المناعية ان هم ينورونا في مراكز كيور المختلفه علشان يقدروا يحصلوا على هذه النتائج اللي حضراتكم هتشوفوها في التقرير. اسمحوا لنا نشوف التقرير ونكمل الكلام. اتفضل. 10 سنين راجعين، اقرب الناس ليا حسيت انهم بيبعدوا عني، ولاد ابني كانوا يبقوا قاعدين جنبي كده ويقولوا لي في ريحه وحشه يا تيت جود بعد عني. انا اسمي حنان محمد،
من قريه كده في قنوب اسمها قريه انا. انا من 10 سنين جالي حاله تعب كده تعب مناعي اسمه زلفقان. انا رحت جميع الدكاتره بتاعت الجلديه ورحت بق فم واسنان ورحت بطنه ورحت كل حاجه. اول ما جالي فوق وبدا ينطر في جسمي وبدا في دماغي، كان كل جسمي ماشي كده كاني مدلوق عليا 100 نار. كان جسمي بيقع الصديد ماليني، كنتش بلبس هدوم، والله كنت بتلف بالليل. بقالي 10 سنين باخد في كورتيزونات وعلاجات ومفيش فايده. كنت ابطل العلاج يرجع لي تاني بسرعه عليا واروح الحجز. انا كنت بقعد في القصر العيني اكتر ما بقعد في بيتي، ممكن اقعد اسبوعين في بيتي واقعد شهرين في القصر العيني. انا تعبت وحالتي النفسيه دمرت. انا كنت بتكسف من ولادي، انا كنت والله العظيم انا كنت يمكن جوزي يعني بعيد عني. ولاد ابني كانوا يبقوا قاعدين جنبي كده بيقولوا لي في ريحه وحشه يا تيتا، لدرجه ان جسمي كان كنت الاول بخاف اشيل ابن ابني، بخاف ليه يتعدي مني او كده. كنت على طول كل كام يوم احلق راسي من كتر الجروح اللي فيه، شعري كان بيطلع كان بيشوكني، جسمي كله كان بايظ. وانا قاعده مره يعني بتفرج على التلفزيون لقيت في برنامج بيتكلم عن الاكسجين النشط، بيتكلم انه بيعالج المناعه. انا صراحه كني غرقانه وتعلقت في اشياء، اتصلت فهم وصفت لهم حالتي وقالوا لي تعيس. وقابلت الدكتوره علا الله يبارك لها، حددت لي 12 جلسه. حدث مدام حنان دي حاله فقاعي مناعي. يعني ايه الفقاع المناعي؟ يعني جهاز المناعه في خلل، بدل ما بيهاجم بره ابتدى يهاجم الروابط اللي ما بين خلايا الجلد وما بين الانسجه الرخوه. مدام حنان كانت الفقاعه منتشره في راسها، كانت منتشره في الجلد، كانت منتشره في تجويف الفم. من ثالث جلسه راسها ما شاء الله كل التقرحات خفت، البكتيريا قضينا عليها الحمد لله. انا من ثاني جلسه السكر نزل، انا كان السكر بيبقى عندي يوصل 400، كنت على طول رقده من الغيبوبة اللي أنا فيها من السكر. قبل ما أخلص الجلسات كنت الحمد لله دماغي دي خفت، بدأ جسمي يبرد، دماغي خفت، وشعري طلع، وحتى الحالة النفسية اللي أنا كنت فيها وكانت متدمرة بقيت أضحك، كان عندي اكتئاب بقيت أضحك، وبقى حالتي رجعت تاني أحسن من الأول. شفنا كده معانا في حلقتنا حالة شهندة، ودي رسالة لكل أمهات لو كان طفلك عنده بهاء أو أي مرض مناعي أرجوك خده بسرعة على أقرب مركز من مراكز كيور كلينيك للعلاج بالأكسجين النشط أو الأوزون الطبي. ودي نصيحة عندك شات جي بي تي، يعني أنا كان نفسي أعمل النهاردة التجربة دي على الهواء، ويمكن أنا كنت بعملها قبل ما أدخل، سألت شات جي بي تي إيه رأيك في الأوزون الطبي في الأمراض المناعية في قدم السكري في السكر، وكانت الإجابة جميلة جدا. إن شاء الله نبقى نظبطها علشان خاطر نطلعها بشكل أجود. شفنا حالة الحاجة حنان وإزاي كانت حالة صعبة، والحمد لله رب العالمين إن ربنا من عليها بالشفاء. أستاذنكم معانا تجربة للفنان الجميل صبري عبد المنعم، هو من القامات الفنية الجبارة المحبوبة لدى الوطن العربي، كان له تجربة في مركز كيور ساعدته بشكل كبير. تعالوا نسمعها مع بعض وناخد تعليق عليها. اتفضلوا. عايز بقى اكلم حضراتكم عن حاجة يعني بالنسبة لي شخصية، يعني ما احبش اتكلم فيها كتير، لكن انا اصبت بالكانسر، جالي في كذا منطقة في جسمي، جالي الاول في دراعي الشمال والترايسبس كله اتشال، وبعدين جالي بعد كده في الرئة اليمين واتشال اجزاء كتير قوي منها، وبعدين جالي في البلورة، ويعني قدرنا عن طريق العلاج الكيماوي والإشعاعي ان احنا يعني نسيطر عليه ونوقف النمو بتاعه. الفترة دي خدت مني 5 سنين. العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي سابوا فيا اثار
رهيبة جدا جدا جدا. أي نعم أنا كنت بتعالج على أعلى مستوى وكانوا الناس واخدين بالهم إن أنا مثلا ما يجيليش قرحة معدة ولا عشان العلاج الكيماوي علاج يعني ربنا ما يبعد حد يعني يبعده عن الناس كلها يعني. فساب فيا أثار كتيرة قوي. لما ابتدينا نشتغل على الأكسجين النشط ابتدت حاجات كتيرة قوي في الخلايا تصحح وخصوصا خلايا الرئة ابتدى يحصل لها نوع من أنواع الكوريكشن الجديد فكأن اتخلقت لي رئة جديدة. الألام بتاعت دراعي ابتدت تخف، الألام بتاعت مشكلة البلورة ابتدت تخف شوية يعني بعد 3-4 جلسات وديني مداوم على الحكاية دي وإن شاء الله هيبقى فيها نتائج كويسة. وبنصح كل الناس اللي هم راح يعني تعرضوا للعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي إنهم يلجأوا للأكسجين النشط لأنه فعلا هيعمل شيء جديد معهم، هيعمل إعادة خلق لكل اللي اتدمر من العلاج الكيماوي. احنا بقى مش هنزكي المركز ده على الله، فعلا المعامله من اول ما تخش لغايه ما تخلص معامله طيبه وناس بتقابلك بوجه بشوش. النص ساعه اللي بتقضيها في العلاج كانك انت في نزهه او انك انت في يعني بتبسط نفسك. العلاج الطريقه بتاعته سهله وما بتتعبش المريض، لكن ده كل حاجه واضحه قدامك وصريحه جدا قدامك والدكاتره مبتسمين وهما بيعالجوك لانهم بيشتغلوا على حاجه يعني ربنا خلقها في الطبيعه اللي هو الاكسجين النشط. يعني في حاجه كده فتني صغيره قوي، اسم المركز اللي بيعالج بالاكسجين النشط كيور كلينيك. حاجه كده اهم بقى يعني عشان الظروف اللي احنا فيها كلنا يعني وربنا يساعدنا، يعني العلاج بسعر مناسب جدا 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 لكل الطبقات وكل المستويات. ربنا يشفي وان شاء الله على قدنا المركز تتحسن حالات ناس كتيرة قوي وربنا معاهم ومعانا ويقدرهم ويقدرنا. رجال حركهم مرة تانية. ويمكن دكتور شادي حالتين مهمين جدا هي حالة الفنان صبرا بمام، وانه كتير من الفنانين الكبار محتاجين فعلا ياخدوا نشاط اقوى ينشطوا خلايا جسمهم بشكل احسن. احنا بنشوف كل الفنانين الكبار في دول العالم المختلفه بياخدوا الاكسجين النشط. يمكن فنان كبير يعني مش هينفع نذكر اسمه هو قال كده في بعض التقارير، انا بشرب ميه الاكسجين مخلياني عايش وزي ما احنا شايفين منطلق تبارك الله ربنا يديله الصحه والعافيه. معدي 80 ما شاء الله، معدي 80 سنه. وبنتكلم انه ميه الاكسجين كمان انتوا بتقدروا تعملوها يعني مش ما زبتوش في كل العيادات ما شاء الله. فتعليقك على عياده الحاجه حنان وانه ازاي فعلا قدرنا ننقلها من حاله العزله والانطواء الى حاله مجتمعيه مندمجه ونشوف حبايبها زي ما احنا قلنا. هو بيمنع من الناس، جوزها سابها عيالها هي مش قادره تتعامل معاهم، بتقول لك الريحه بتروح القصر العيني بتقعد اسبوعين واسبوع في البيت. طبعا انعزال كامل من الحياه، مكتئبه يعني انا يعني انت بتقول للعيان انتهي وانت عايش. ويا دكتور جسمها كله دمامل ما بتقدرش تلبس هدوم حاجه، فلازم بتلبس حاجه زي قطن فجسمها او ملايه بتتلف بيها، فطبعا كارثه حاجه تضايق جدا. طبعا انتقلت انتقال غير طبيعي زي ما احنا شايفين، راسها كانت مليانه بالدمامل اللي تخلي الشعر عامل زي الشوك يعني. فالدنيا ما شاء الله احنا انتقلنا انتقال من بني ادم ميت وهو حي الى بني ادم عايز يتفاعل ويعيش. احنا شفنا الابتسامه عامله ازاي، احنا لما رحنا لها وصورنا لها هناك الست مبهوره انتقد، وخصوصا ان بقى لها مده زمنيه عيان كرونيك يعني عيان مزمن بقى له فتره وكان فقد الامل في التحسن. ناخد بقى الكلمه اللي قالتها الحاجه حنان، كلمه رائعه، انا كان سكري 400 وابتدى يتظبط. هي دي بقى فلسفتنا كلنا على فترات طويله طبعا، وفلسفتنا ان الاكسجين النشط او الاوزون داخل بيظبط الجسم كله ما بيشيلش على حاجه معينه. يعني انت مش جاي امراض مناعه انا بس بتاع المناعه، لا انت جاي بتاع السكر، لا انا بتاع السكر، السكر اتظبط، ضغطك هيتظبط، لو لا قدر الله كان عندك جلطات او حاجه الدنيا هتتظبط جامد. احنا بنعمل لك عمره لجسمك كله. ايوه جميل جدا. طيب بنروح لاهل العلم في تقرير مهم جدا، استاذه في معهد الاورام كانت اصابت بمرض مناعي، دكتوره هند كان لها تجربه مهمه وملهمه، بتقول المجد دايما للعلم. دكتوره هند استاذه في معهد الاورام قرت عن الاكسجين النشط، شافت حلقاتنا اندمجت معاها، قالت اخد التجربه 3 جلسات والمشكله اتحلت تماما. تعالوا نسمعها وناخد تعليق من دكتور طارق عليها. اتفضل. انا دكتوره هند، كان عندي ميلانوما، والميلانوما دي بتيجي الستات اكتر من الرجاله والبيض اكتر من الصوم بعد سن الستين. فعلا انا تميت سن الستين بعدها بسنه، هي ابتدت عندي عند حسنه، كانت حسنه عاديه جدا، وبعد كده فجاه كبرت وتقرحت بقى، يعني حصل لها جابت يعني بص كده وبتاع. ف
فلما رحت تعالجت منها يعني كده وتشخصت ان هي ميلانوما واخدت الكورس بتاع الميلانوما. فاي حد يحس بحسنه في جلده، لان طبعا الميلانوما دي تيجي في جلده وممكن تيجي في حته تانية لو حصل لا قدر الله ميتاستس ان هو ينتشر في اي جزء تاني او كده وبتاع، بس هو في الاصل بيحصل في بتلاقي بقعه بني كده في ايدك رجلك في اي جزء من الاجزاء بتاع الجسم، الجزء ده لو حصل له اي تغيير في اللون وتحول للون بني او مايل للاسود فده انفطر. اول ما احس ان النقطه دي اتحولت وكبرت ابتدي بالظبط اروح اشوف الدنيا فيها ايه، اروح طبعا لحد بتاع اورام يعني. بعدين بالنسبه بقى لان انا رحت الاول في الحته اللي تحت البريست دي فاتشخص غلط، اتشخص على انه مباع واخدت ادويه، الادويه ما عملتش يعني مفعول. دلوقتي انا استاذ في معهد الاورام وشفت الموضوع بتاع الاكسجين النشط ده فحبيت ان انا اجربه على اساس ان انا دخلت عمليات كذا مره وحصل لي ريكرنس وعملت ريسيرش يعني على موضوع الاكسجين ده، لقيته فعلا ان هو بيأثر على الخلايا وبيقلل من اللي هي التكاثر بتاعها وبيرجعها للجهاز المناعي لطبيعته، وبالتالي بيقدر يحسن من الحاله. فانا جيت اقول اجرب واشوف الدنيا فيها ايه، والحمد لله جيت وخدت جلستين. من اول جلسه راح الحته دي خالص وتشخص ان هو مش مباح، كنا فاكرين ان هو مباح، وربنا يسهل انا لسه ما خدتش غير 3 جلسات بس، معرفش بقى بعد 15 جلسه هيحصل ايه، اكيد هبقى كويسه يعني ان شاء الله. في حاجه كمان ان انا اتحسن عندي القولون، طبعا كان بيبقى فيه غازات كتير قوي الحمد لله ما فيش، وبقت الحركه بتاعه القولون كويسه يعني فكويس جدا يعني. شفنا تجربه جميله من سيده جميله. العلم بيتكلم عن العلم فلازم نسمع كلام مهم جدا. عايز تعالج يا دكتور؟ بالنسبه للامراض السرطانيه بالذات هي بتقاس وجميع الامراض، بس هتكلم على حته الامراض ممكن السرطانيه ممكن تبروز دي قوي علشان الناس اللي عندها موروث للسرطانات او الناس بانتشار لسه حديثه الاصابه بالسرطان. انا وانت سمعنا تقرير من عالم امريكي اتكلم في النقطه دي، ارجوك توصل رسالته للناس. الامراض السرطانيه لما كنت بتكلم معاه بقول له بيزل سيل كارسينوما او كان بنته كان عندها بنكرياتي الكارسينوما او بقيه الانواع، احنا قياس الامراض السرطانيه بتقاس بدرجه عنف الهايبوكسيا. يعني كلمه هايبوكسيا يعني نقص الاكسجين جوه الخليه. ايوه الخليه محرومه، درجه حرمانها من الاكسجين قد ايه. كل ما الحرمان يزيد كل ما يزيد خطوره المرض السرطاني. يعني عايزين نقولها ببساطه، طول ما الاكسجين ناقص في الخليه اعرف ان السرطان واخد بكل عضلاته وداخل ينتشر في الجسم، مليت الخلايا بالاكسجين، هي الاكسجين هو اللي هيحرق او ياكل السرطانات، يبقى اذا السرطان عدو الاكسجين. طبعا صح كده، لو انا دخلت على السرطان بخلايا او بقوه من الاكسجين اذا انا بحجم حجمه. نبسطها استاذ احمد يعني نبسطها، بكتيريا بتديها المضاد الحيوي يقتل البكتيريا، صح. سرطان يديله اكسجين يموت، صح كده، وده تم في حتى بنته. بنته ايوه صح. وعلى فكره الحلقه كان في معانا راشد اصلا يا دكتور، استاذه الفنانه شمس الكوتيه كان راحت عنده في بودابست، صح شفت، وقابلت بنته. ايوه وهو لما جه زارنا هنا كان طبعا بيتكلم عن معجزه بنته، وشفنا حاجات كتير بيزل سيل كارسينوما وهي من اشرس انواع السرطان. والدليل ان احنا بقى في مراكزنا الحمد لله حالات، طبعا الدكتوره دي كان شرف لينا ان هي تتحسن ويبقى عندها نسبه الشفاء لدرجه عاليه. الاذون عشان نعرف اهميته، أيوة. العالم كله مقلوب نتيجه ان لما حصل في الغلاف بتاع الاوزون حصل ثقب نتيجه التلوث والبوليوشن، والتلوث والبوليوشن زادت الامراض السرطانيه، زادت الفشل الكلوي نتيجه الغلاف الاوزوني، حصل له بس تسريب. هو ده اللي العالم كله مقلي. عشان تعرف قد ايه الاوزون ده مهم في حياتنا، هو اللي بيحميك من الاشعه الشمس، هو اللي بيدمر البكتيريا زي في الحالات الدكتور شادي اتكلمنا عنها. أيوة. مهم جدا في حياتنا. ايوه يبقى اذا احنا لو بنتكلم ان حد بيشوفنا دلوقتي عنده 50 سنة وربنا مقدر له يعيش لغاية 100 سنة، لو عاوز يعيش ال50 سنة الإضافية بدون أمراض، خلي عندك إيجابية وخلي كل خلية في جسمك مشبعة بالأكسجين.
اذا شبعت الخليه بالاكسجين فهي قادره على مقاومه اي مرض او لا تصاب باي مرض، لان كل ما الخليه دي الاكسجين بتاعها ينقص اعرف انها اي حاجه هتقدر تتاثر فيها او تاثر فيها. وبالتالي احنا لو عاوزين نعيش حياتنا بدون امراض خلي كل خليه في جسمك مشبعه بهذا الاكسجين. الاكسجين هو الطاقه الجباره الهائله القادره على مقاومه الامراض، صح يا دكتور؟ طبعا. طيب معانا تجربه الفنان جميل دكتور محمد غنيم او الفنان محمد غنيم، زار كيور كلينيك وكان له تجربه اتكلم فيها بشكل جميل عن تجربته، ونسمع مع بعض هذه التجربه عشان نقول انه الناس ابتدت تفوق والناس تحس بفائدته. وان شاء الله الاسبوع الجاي هنجيب لكم معانا بقى تقرير من اكتر من فنان ابتدوا بعد ما شافوا الفنانين يبقوا موجودين حبوا يبقوا ليهم دور في انتشار الاكسجين النشط لما جربوا جلساته. نسمع مع بعض تجربه الدكتور محمد غنيم او الفنان محمد غنيم ونكمل كلامنا. اهلا بيكم في كيور كلينيك في المهندسين. حقيقه المكان يا جماعه في منتهى الرقي، من اول الاداريات في المقابله والاستقبال والريسبشن، بعد كده بتخش الدكتور المساعد بيبدا ياخد الداتا بتاعتك كامله، وبعدين بتخش الاستاذ دكتور طارق الشاذلي اللي بيبدا يسمع لحضرتك ويشخصك ويشوف طريقه العلاج المناسبه لحضرتك. الاكسجين النشط له اكتر من طريقه للعلاج، سواء عن طريق الفم او عن طريق الشرج او عن طريق الاجهزه المغلقه. والامراض اللي بيعالجها الاكسجين النشط كتير، سواء القدم السكري، سواء ضيق الشرايين، سواء مرض السكر نفسه لانه بيحفز البنكرياس يشتغل تاني، سواء امراض الكبد، حتى امراض الذكوره والضعف الجنسي بيشتغل فيهم الاكسجين النشط. ليه بيشتغل فيهم كلهم؟ لان الحياه عباره عن الاكسجين. الأكسجين هو اللي بيغذي كل الأنسجة، ومع التقدم في العمر بتبدأ الأنسجة دي تفقد القدرة على امتصاص الأكسجين، فإحنا بنديها الأكسجين الكافي لإعادة كفاءتها كما كانت في مرحلة الشباب أو بعد شباب شوية. الحقيقة أنا سعيد جدا كمان لما جيت الكيور كلينيك، لما عرفت إن الدكتور روبرت لايونز جه هنا وأعجب بالمكان جدا، وكمان عمل توأمة معاهم للعلاج. روبرت لايونز واحد من اللي عالجوا مشاهير العالم كله بالاكسجين النشط، زي توم كروز، زي الرئيس اوباما، ناس كتيرة جدا. والحقيقة ان المركز بتاعنا له 20 فرع في المحافظات، فانت ليه تروح بعيد او ليه تسافر برا عشان تقابل روبرت لايونز اذا كنا ماشيين على نفس المنهج ونفس العلاج. لكن الحقيقة المكان رائع وطرق العلاج رائعة، والطقم الإداري والطقم الطبي اللي هنا على أعلى مستوى، ويريد كلنا نبدأ نعيد ترتيب حياتنا مع الأكسجين النشط. رجعنا حضراتكم مرة تانية وشوفنا تجربة جميلة للفنان الجميل محمد غنيم في مراكز كيور كلينيك. دكتور عايز تعليق حضرتك على هذه التجربة، وقبل ما ننتقل إلى يعني الأسد في هذه الحلقة هو مرض السكر، محطة كبيرة جدا، هو المحطة دايما الشاملة اللي هي يعني الباب لكل الأمراض للأسف. تعليق على تجربته، ويمكن أنا معايا يعني إحصائية لمرض الروماتويد وهو من الأمراض المناعية قبل ما نودعه ونروح للسكر، ل 18 مليون شخص حول العالم بيعانوا من الروماتويد. ومرض الروماتويد يعني منتشر بنسبة من 1 إلى 2، يعني من كل 100 في 1 أو 2 عندهم روماتويد. إن 70% من الأشخاص بيجي لهم مشاكل خاصة بيها روماتويد هم من الستات، 70% من هو زي ما احنا شايفين الإحصائية 70% من الستات، و55 منهم أكبر من 50 سنة أو 55 سنة. 13 مليون شخص مصاب بالروماتويد ما بين مستويات متوسطة إلى شديدة، وعشان كده حياتهم بتتوقف تماما، ومنهم الستات اللي دايما هم قائمين بأعمال البيت وكلام من ده. عصب الحياة، عصب الحياة. السيدة هي عصب الحياة. زي ما احنا قلنا الأمراض المناعية كلها احنا بنعالجها ما شاء الله، وعلى رأسها الروماتويد، الصدفية، البهاء، كل ده تحسن انت هتنتقل لمرحلة تانية. تعليقا على الدكتور محمد غنيم، دايما احنا بنقول ايه؟ اسأل مجرب ولا تسأل طبيب؟ لا، واستشير الطبيب، هو ده الأساسا. استشير الطبيب، اسأل مجرب واستشر الطبيب. طب احنا دكتور محمد غنيم الاثنين جرب وهو طبيب، صحيح. فاحنا كده يعني الرشز بتاعه دي يبقى احنا 100 100. يعني هو ده بيقول لك كده احنا هنوصل لايه. طيب نروح للسكر بقى،
والسكر يمكن لما بيجي لحد لو هو شاب هو بيدخل في اكتئاب، انا لسه صغير يا سكر ايه اللي جالي دلوقتي. وعاوزين نوع يا جماعه انه ارجوكوا اي حد عدى ال 35 سنه لو في معمل قريب منك اعمل دهون ثلاثيه اللي هو ليب البروفايل كوليسترول والكوليسترول، اعرف انت فين. مش 35 والله يا استاذ احمد، يعني احنا بنقول من 25 عشان الفاست فودز اللي بقت موجوده اللي كله بياكلها دلوقتي. والضغوط يا دكتور احنا عايشين فيها طبعا طبعا، الاسترس لا بيخلي بيعجل من حاجه هتظهر 25. فلازم معاك محطه السكر وازاي بيتم يعني بروتوكول او فلسفه علاج الاكسجين النشط او الاوزون الطبي في علاج مرض السكر. والسكر ده بيبقى بيتفرع منه اكتر من حاجه. الناس اللي عندها سكر دلوقتي بيعدي هاي 400 حياتهم مش متظبطه، الرجاله عندها ضعف جنسي نتيجه وجود السكر، الستات اللي نظرها ضعف الابصار وضعف الابصار وقله التركيز والنسيان، الخدلان ايه ان تحس ان جسمي زي شويه الملح، عاوزين خمسه يقوموني. انا بقيت حاسه ان انا بقيت ابقى عندي 75 سنه وانا لسه عندي 45 سنه. معاناه بيعيشها مريض السكر. وعاوز اروح معاك نقطه مهمه جدا دكتور، يعني انا يمكن بقدم له مقدمه تستاهله لان هو يستحق من قوته وخطورته، انه هل التعايش مع مرض السكر يكفي؟ يعني لو انا باكل كويس وباخد الانسولين بتاعي كويس او البرشام بتاعي، هل هذا يكفي ولا انا محتاج ادعم هذا الانتظام بجلسات اكسجين تديني باور او تديني دفعه الى الامام تخليني انا اصلا مطمن ومش خايف من مضاعفاته؟ طيب احنا لما نتكلم مهما اخدت انسولين خارجي مش هيبقى زي الانسولين بتاع ربنا، احنا ده منتهي. فاستأذن حضرتك انا لما نشط بنكرياسي من جوه يخرج لي كمية من الانسولين العالية الداخلية اللي هي الجسم عارفها، مختلف تماما عن ما ياخد. يعني العيان مش هيجي يقول لك اصل انا باخد وباكل ومظبط اكلي وخلاص، لا. ثانيا على التراكم انت هتلاقي لو اخدنا الرشز بتاعه الشرايين هنلاقيها دلوقتي بيقفل شرايينك. انت حضرتك هتعاني في مرحلة من مراحل حياتك من جلطة قلب لا قدر الله، جلطة مخ، والبعبع الكبير اللي لسه عيان في اسكندرية متصل بيا بيقول لي حماه متحدد له بتر الرجلين. انت متخيل حضرتك بني ادم ماشي على رجليه بكره بيقولوا له انت ماشي على عكاز، صباعك مش موجود، انت حضرتك نايت مير، ده كابوس ما نقدرش نعيشه. فاحنا بنناشد الناس ادي اهو الرش موجود اهو دلوقتي، الدوره الدمويه بتقل بعد ما بتاخد الاكسجين النشط، الدم بيظهر وبيبتدي يغذي كل الشرايين، قدم السكري هيختفي. انت متخيل عيان متحدد له باتر؟ يا جماعة اللي بيتفرج مش لازم توصل للمضاعفة دي، مش لازم توصل لنهاية مرض السكر، خصوصا الجرح كمان حركة تحت شرف دكتور عادل مكاوي 21 يوم قادرين يقفلوا جرح بقاله 10 سنين مفتوح وما بيجيش، بيقولك انا مش لاقي له حل. انا لافف وبتاع، انا كان عندي عيان في كفر الشيخ يقول لي انا الجرح دي القرحة دي بقالها سنتين ثلاثة مش لاقي لها حل. عندكم بعد جلستين ثلاثة الدنيا ابتدت تظهر، طب في امل وانت عايش بامل، فده حاجة يعني كويسه جدا جدا جدا. جميل جدا. طيب دكتور طارق، مرض السكر وان انا اشحن البطاريه بتاعه الخليه، دايما ناس محتاجه تفهم الفرق بين عدد الجلسات، يعني هو ليه بياخد جلسات متتابعه؟ انا عايز احضرك حاجه، انا بس ابدا عايز اقول نقطه مهمه جدا في الاوزون. يا جماعه من غير اوزون الحياه غير قابله للمعيشه. من غير اوزون احنا ما نقدرش نعيش على كوكب الارض. دي لازم نقطه نحطها عشان اعرف قد ايه الموضوع ده مهم جدا. بالنسبه للخلايا نتيجه زي ما احنا قلنا التلوث والبوليوشن والشيء الطبيعي السينيليتي، انك كل ما بتكبر في السن بيحصل ضعف في البطاريه بتاعه الخليه. خليه شيخوخه عجزه زي ما احنا شايفين وهي شعرها ابيض معجزه. الوقت لما بنبتدي نديها الاكسجين النشط تبتدي البطاريه تشحن 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 لغايه لما تاخد الفول باور بتاعتها. معنى انها تقدر تاخد فول باور، يعني هتقدر تديك احتياج الجسم منها زي البنكرياس. انت عايز من البنكرياس ايه؟ انسولين يكفيه. صحيح. هتديك الانسولين ده واستغنى من بره عن الانسولين. انا شحنت لك بطاريه البنكرياس خليته قادر يكفيك من اللي انت عايزه. ما لو ما كفكش هنخش في موضوع السكر. خطوره مرض السكر ان هو بيخلي الدم في حاله من الحمضيه. يعني ايه؟ يعني البي اتش بتاع البلد ربنا خلقه في حاجه معينه. لو بقي الدم حمضي يعني هو معرض للبكتيريا، معرض للتلوث الجرح. فده مهم جدا. الاكسجين بيخلي الدم قلوي اكتر، بيفتح الشرايين زي ما الدكتور شادي قال، بيعيد تدفق الدم للدوره الطرفيه. لان المرض السكر عارف هيروح فين، هو هيضرب الدوره الدمويه الطرفيه. يعني زي ما حضرتك عارف يا دكتور طارق احنا بنشوف عينين قد ايه
بيبقى عندهم ضعف جنسي، هو يا عيني جاي مستتر ورا السكر وجاي يقول بس زي ما انتوا احنا رجاله واللي بيتفرج علينا من الرجاله عارف ده انهيار داخلي. يعني انت بتحس ان حياتك اتدمرت، فلما بيجي لك بعد فتره ويقول لك يا دكتور طارق انا اتحسنت الحمد لله، واحد جالي كان بيقول لي انا بقالي 4 سنين مش قادر اقرب من مراتي، انت حضرتك حصل علاقه وبقت كويسه، انت مدى الفرحه زي ما احنا كنا بنقول الحاج حنان في الامراض المعنيه، ده انت برضو بتحكم على راجل ومشكلته انه بيلوش. يعني طب ما نفعش ضعف جنسي، طب خد ضعف بصري، ما نفعش ضعف، طب خد فشل كلوي. بس عايزين نصل الى محطه قبل ما نطلع نشوف التقرير بتاع السكر، انه البطاريه اللي حضراتكم شفتوها دي هي بطاريه لما دخلت على البنكرياس شحنت خلايا البنكرياس فطلع الانسولين اللي كان المفروض يطلعه، وبالتالي احسب ده على كل خلايا جسمك هتبقى فاهم انه مفيش مرض هيجي لك تماما طالما البطاريه تم شحنها في عدد من الجلسات، وبالتالي لو خلايا الشرايين الشرايين هتفضل كويسه، خلايا القلب القلب هيفضل بعافيته، خلايا المخ المخ هيفضل بعافيته، وهكذا. يبقى اذا الاكسجين لما يخش ينشط خلايا الجسم هو مش بينشط خليه معينه بعينها، هو بيعمل سكان بيعدي على كل خلايا يخبط عليها ناقصك كام في الميه اكسجين انا جايب لك معايا هديه، فهو عنده نوع من الكرم في الاكسجين النشط. طبعا صح كده. طيب معانا بعض الناس اللي ربنا من عليها بالشفاء في مضاعفات السكر، تعالوا نشوفها مع بعض ونرجع نكمل الكلام. لفيت على الدنيا كلها عشان خاطر كل حد ينظم لي السكر، للاسف فشلت. السكر كان تعبني في ايه بقى؟ تنميل في دماغي، تنميل في ايدي وفي رجلي، وكان على طول تشنجات في ايدي، بنام كتير، ما بقدرش اعمل شغل بيتي. اخدت اول جلسه وتاني جلسه وتالت جلسه، انا رابع جلسه اللي لاحظت فيها ان فعلا السكر بدا عندي يتزبط. كنت باخد انسولين 60، بدات دلوقتي مع الاكسجين النشط اخد 30، 20 الصبح و10 بالليل. الاكسجين النشط انا لاحظت ان هو مش بيعالج السكر بس، بيعالج حاجات كتير قوي. هو عالج لي التشققات بتاعه الايد، تشققات الرجل، عالج لي الشعر اللي كان بينزل بطريقه غير مهوله وكل شويه اقص فيه، عالج لي بشرتي. حاليا الحمد لله ظبطت السكر وظبطت الجرعه، وهستمر كمان معاهم هنا لحد ما امنع خالص الانسولين. مريض سكر وضغط، سمعت عن الاكسجين النشط، خدت جلسه واثنين وثلاثه اتحسنت بتحسن من 5 جلسه، وجلسه 12 مفيش اي الم والحمد لله. كان عندي الضغط والسكر والقلب، كنتش بقدر امشي ولا بالرجلية ولا من ايديا، والحرقان في ايديا على طول. خدت 12 جلسه الحمد لله زي الفل. عندي السكر بقالي 15 سنة، كان تنميل في رجلي، انزيمات الكبد عالية، انزيمات الكلى عالية، التراكمي عالي كان 9. ابتديت الجلسات الحقيقة بعد الجلسة الرابعة او الخامسة ابتديت اتحسن، عملت تحليل عشان ما بقاش بالإيحاء، لا لقيت ان فعلا انزيمات الكبد نزلت، انزيمات الكلى نزلت، التراكمي نفسه نزل وبقى 6. عندي السكر كان له 25 سنة، وكنت أشكي في من خدر في الأطراف وتنميل وفتور عام في الجسم. أخذت 10 جلسات وفي تحسن كبير جدا جدا، الورم يعني شبه إنه انتهى، والصحة ماشية في تحسن وفي نشاط، والحمد لله حمدا كثيرا. يعني عندي السكر وعندي جلطة في دراع اليمين، عرفت ان اتحسنت منها ان انا كنت بعاني من شرايين عينيا، باجي اشوف الارقام بتاعت التليفون ما كنتش بشوفها من غير نظارة القراية، دلوقتي بشوف التليفون من غير نظارة القراية، والحمد لله رجلي اللي هي فيها الجلطة صوابعي ما كانتش بتتحرك خالص، دلوقتي بضم في صوابعي واحرك في صوابعي. كانت حالتي الحمد لله يعني ما كانتش قد كده، وبعدين استخدمت هنا الاكسجين النشط، فالحمد لله الحالة تحسنت إلى حد كبير. الأكسجين النشط جاب نتيجة كويسة جدا، وحتى كان في حاجة بسيطة كده في المشي شوية، عرقلة شوية ابتدت تتحسن إلى حد كبير، وبقيت أمشي عادي خالص. عندي السكر من 13 سنة، جيت المركز وخدت 12 جلسة، الحمد لله الشكشكة راحت والصداع راح والتوازن في المشي الحمد لله اتظبط. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه وشفنا تقارير كتير جدا للناس ربنا من عليها من مضاعفات السكر. خد الفرصه، الوقت في ايدك، ارجوك
ارجوك احنا بنحبك وعشان كده بنقدم لك الهديه دي، الهديه دي لكل افراد الاسره مهما كان عمرهم، ان شاء الله يتمتعوا بصحه كويسه. بشكر في النهايه دكتور طارق الشاذلي استشاري الجهاز الهضمي والبطنه العامه والمشرف العام على مركز كيور للعلاج بالاكسجين النشط، بشكرك نورتنا دكتور طارق. بشكر كمان دكتور شادي محمد استشاري النساء والتوليد واخر الانجاب ومدير وحده النساء واستشاري العلاج بالاكسجين النشط، نورتنا يا دكتور. الله يخليك. شكرا. معايا فاصل صغير هناخده ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. رجعنا حلقكم مرة تانية بعد الفاصل. أقامت الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية مؤتمر السنوي الأول لجراحة الأوعية الدموية تحت رعاية وزارة الصحة المصرية ومشاركة وزارة التضامن الاجتماعي لبحث كل ما هو جديد في هذا التخصص ونقل الخبرات إلى شباب الأطباء، ويعتبر هذا المؤتمر الأكبر في مصر والشرق الأوسط بتنظيم شركة إيكوم إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال التنظيم في مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط بخبرة لأكثر من 25 عاما. نتابع التفاصيل. الحقيقة المؤتمر الحمد لله السنة دي بيغطي تقريبا كل تخصصات أو بنقول التخصصات الفرعية لجراحة الأوعية الدموية، مش بس الاهتمام بالحاجات البرود الحاجات الكبيرة، لا الاهتمام حتى بالتفاصيل الصغيرة لكل الأمراض الخاصة بجراحة الأوعية الدموية مع التركيز على المشاكل الرئيسية اللي بتواجهنا هنا في مصر زي مشاكل القدم السكري اللي هي احنا نسبة الإصابة عندنا عالية جدا من السكر، احنا من الدول نسبة الإصابة بمرض السكري فيها عالية، وكذلك الإصابة بأمراض القدم السكري. عندنا كمان أمراض انسدادات الشرايين الناتجة عن تصلب الشرايين بنغطيها بكفاءة بجلسات متعددة بعديد من الخبراء الأجانب والمصريين. عندنا في ورش عمل حوالي أكثر من 20 ورشة عمل لشباب الأطباء لرفع مستواهم التعليمي وتدريبهم على كل الحديث في جراحة الأوعية الدموية. الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية هي اللي بتضبط الإيقاع ووتيرة التدريب بالنسبة لشباب الأطباء، بمعنى أول حاجة عملتها الجمعية إنها كتبت الدرائل الاسترشادية للتخصص. ايه هي الدرائل الاسترشادية؟ كان زمان الطبيب بيعالج المريض حسب خبرته وحسب علمه وحسب قرايته وحسب يعني ما يملي عليه خبرته في المجال، ولكن مع تقدم العلم واصبح العلم كبير جدا والمعلومات الموجودة كبيرة جدا في المجال، فاصبح في حاجة اسمها دلائل استرشادية. دلائل استرشادية دي بتكتب عن طريق مجموعة خبراء في المجال من كل العالم بيدرسوا مرض مرض وعرض عرض ويقرروا ايه احسن اسلوب للعلاج لكل عرض ولكل مرض، فدي هتساعد الطبيب الشاب ان هو يكون عنده مرجع مهم جدا ازاي يستقبل المريض وازاي يمشي في طريقة علاجه يعني بدقة في كل مرض وفي كل عرض. الجمعية الاي بي اس هي الجمعية المصرية لجراحة الاوعية الدموية التداخلية، وهي فعلا بدأت من سنة بس هي نتاج لاتحاد أربع جمعيات قوية كانت بتعمل مؤتمرات بصفة دورية كل عام، كل أستاذ ساهم في الموضوعات اللي هو مهتم بيها وبيقوم فيها بأبحاث علشان تكون جميع موضوعات المؤتمر متابعة ومتطورة لهذا المستوى اللي احنا شايفينه دلوقتي في هذا الإيجيبشن فاسكولار سامت. ده بيضيف لينا احنا في مصر وباقي الأطباء جراحة الأوعية الدموية الطرق الحديثة في التشخيص والعلاج وطرق الوقاية من بعض الأمراض اللي تصيب جراحات الأوعية الدموية، حتى يعني عشان نقدر ان احنا نقدم خدمة طبية كويسة ومتطورة للمجتمع المصري والمرضى المصريين. مشاركة أكثر من 40 دولة حول العالم وأكثر من 30 محاضر احتضنت مصر النسخة 35 لمؤتمر جمعية الجراحين العالمية للمرة الأولى عربيا وإفريقيا انعقاد الدورة 35 بالقاهرة في حضور لفيف من القيادات العلمية والسياسية والشبابية في مصر ودول العالم.
افتتاح المؤتمر العلمي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه دكتور خالد عبد الغفار، ووزير التعليم العالي دكتور ايمن عاشور، ورئيس جامعه المنصوره الاستاذ الدكتور شريف خاطر، والعديد من الجراحين والعلماء ورؤساء الجامعات المصريه. وكان ابرز الحضور من الكوادر الشبابيه ابراهيم ضيف الامين العام للمجلس العربي للكوادر الشبابيه وعضو مجلس اداره جمعيه الدكتور محمد عبد الوهاب. وكان المؤتمر بقياده العالم المصري الجليل الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعه الكبد بمصر والشرق الاوسط. فلنتابع التفاصيل. انا ببارك لمصر كلها ورجال الطب والعلم والجامعات ان مصر اتحطت على الخريطه العالمية في الطب من اليوم. مصر بتحتضن 40 دولة، وده حدث لم يحدث في تاريخ لا أفريقيا ولا آسيا، و 130 محاضر أجنبي، فده حاجة يعني قوية جدا. وناقشوا فروع 13 برنامج. بشكر الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد بالعالم العربي على الدعوة الكريمة، وفي نفس الوقت أبارك له وأبارك لمصرنا الحبيبة اللي بتحتضن مؤتمر يمكن الأول في أفريقيا والشرق الأوسط. الحدث مش حدث طبي، الحدث حدث وطني يؤكد على دور الريادة المصرية في المنطقة العربية بل بالعالم أجمع، اللي هو امتداد لحضارة لسبع آلاف سنة. ده اجتماع بين الجراحين والأطباء الجهاز الهضمي وأطباء الأورام من الشرق والغرب والجنوب، ودي يعني ده مؤتمر علمي سياسي يقرب بين الشعوب، ودي حاجة جميلة جدا. كل المواضيع بتتناقش في المؤتمر. عندنا مشاركة دكتور خالد أبو عفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، مشاركة كبيرة جدا، وهو دعم المؤتمر من قبله وساعدنا بآرائه وساعدنا بترتيبات الجلسات، وبرضه وجود مشاركة قوية من أطباء وزارة الصحة تحت رعاية وزارة الصحة، ده كان طبعا شيء جميل جدا. زائد برضه مشاركة وزارة التعليم العالي ووزير التعليم العالي. أنا فخور بحاجتين، أولا أن المؤتمر انعقد في القاهرة، ثانياً بهذا التجمع الأعلى مستوى في العالم كله في الجراحة والجهاز الهضمي والأورام. ده المؤتمر العالمي فبيضم خبرات العالم في هذا التخصص. شيء جميل كمان أن أستاذنا الدكتور محمد عبد الوهاب هو البريزيدنت إليكت اللي هو المنتخب لترأس الدورة القادمة 3 سنوات، فده شيء عظيم مشرف لمصر وبيرفع من القيمة العلمية والقيمة الثقافية لمصر، لأن المؤتمر على هامشه بتدور أحداث ثقافية مهمة. أنا سعيدة بأن دكتور محمد عبد الوهاب النهاردة احنا تشرفنا بالدعوة كريمة من حضرته المجلس الأعلى للكوادر الشبابية بقيادة الأستاذ إبراهيم ضيف، فاحنا سعداء ان احنا شاركنا بالمؤتمر في دورته 35. طبعا مؤتمر كبير جدا، ويكون ان هو الاول مره في مصر، يعني كمان في تواجد اكتر من 50 دوله متواجدين في على مستوى العالم، يعني مؤتمر عالمي. وكمان شرفنا معالي وزير التعليم العالي الدكتور ايمن عاشور ومعالي وزير الصحه. المؤتمر ده مؤتمر الجمعيه العالميه لجراحات الجهاز الهضمي واورام الجهاز الهضمي، هو السنة دي نسخة مميزة على أساس طبعا معمولة في مصر، في مشاركين من جميع أنحاء دول العالم تقريبا من قارات العالم الخمس، في 40 دولة مشاركة في المؤتمر بمتحدثين وبرؤساء جلسات. مؤتمر بيشمل جميع التخصصات الجراحية بالنسبة لأورام الجهاز الهضمي وعلاج أمراض الجهاز الهضمي. مشاهد كرام، بكده خلصت حلقتنا النهاردة من بلطو أبيض. بتمنى لكم كل الصحة وكل السعادة. كنت معكم أحمد الشاعر، بشكر كل فريق العمل. السلام عليكم.